السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب الصف السادس، اليوم رجعنا لكم بالمحاضرة الثالثة من تكملة التكامل الأساسيات. فاليوم عندنا عدة أمثلة راح نتطرق لشرحها إن شاء الله. عندنا أول مثال تكامل كسري بي إكس بالبسط وبالمقام 2X تربيع زائد 3 قوس مرفوع إلى أوس دي إكس. أول ما أجي أشوف هذا المثال بكسر، وأني عندي قاعدة مهمة جدا مطيكم إياها بالدرسين اللي مضى. الملاحظة المهمة، قبل إجراء عملية التكامل يجب التخلص من الجذور والكسور وضرب الأقواس إن وجدت. يعني من عندي سؤال بجذر أتخلص من الجذر، أتخلص من الكسر، أتخلص من ضرب الأقواس قبل ما أجرى عملية التكامل. فنلاحظ بهذا المثال إخواني، عندي كسر، أنا أول ما أفكر بي أتخلص من الكسر. زين، شلون أتخلص من الكسر؟ لاحظ عزيز الطالب، هنا عندي البسط قوس مرفوع إلى أوس، العفو المقام، هذا المقام أجيبه بالبسط، فهذا الأوس مالته 2 قوة 2، من راح أرفعه للبسط راح يصير سالب 2. هاي عملية رياضية نعرفها بالخامس إعدادي أخذناها وبالرابع أيضا أخذناها. المقام القوس مالته من أرفعه للبسط هنا الأس راح يتحول من موجب إلى سالب. يعني ايش راح يصفى عندي؟ راح يصفى عندي كالآتي، هذا القوس 2 إكس تربيع زائد 3 للقوة سالب 2. ليش سالب 2؟ لأن هو كان بالمقام، رفعته للباص صار سالب. في شنو؟ في هذا الإكس، هذا الاكس هو اصلا موجود بالبسط، هو اصلا موجود بالبسط، ما اجريت عليه اي عمليه تغيير في دي اكس. زين، هسه لو تجي تباوع السؤال، هذا عندي قوس، اصبح عندي قوس مرفوع الى اس، قوس مرفوع الى اس، هسه اقدر اسوي عمليه التكامل؟ اي اقدر، بس انا لازم اول شيء أشوف يا قاعدة أستخدمها. القوس المرفوع إلى أوس هي القاعدة الثالثة اللي أخذناها قبل ما أجرى عملية التكامل. بالقاعدة الثالثة لازم أشوف مشتقة داخل القوس موجودة، الدالة مالتي هي شنية؟ F للإكس. الدالة مالتي هي داخل هذا القوس، هي داخل هذا القوس. شن عندي الدالة؟ 2X تربيع زائد 3، إذن هي 2 اكس تربيع زائدا 3. المشتقة مالتها شنو يا اخواني؟ فتحة للاكس، 2 في 2 4، اكس انقص من عنده واحد بقت واحد، اذا اصبحت 4 اكس. مشتقة الثلاثة مشتقة اي ثابت؟ يعني صفر، مشتقة العدد الثابت الحقيقي صفر، تمام؟ اذا المفروض اني المشتقة مالتي داخل القوس هي 4x. من أجباء هنا عندي المتغير x فقط x، ما عندي 4x، ما عندي 4x. زين، أنا لازم يطلع عندي المشتقة مال داخل هذا القوس، هذا القوس يطلع عندي 4x. شو أسوي؟ إحنا قلناها بذاك الدرس اللي مضى، قلنا نضرب في 4 ونقسم خارج القوس، خارج التكامل نضربه في 1/4. إذا نضربه في 4 وبرا التكامل 1/4. زين، هسه حاليا أقدر أكامل؟ إي نعم، هسه حاليا أنا أقدر أكامل. إيش راح يصفى عندي من أكامل؟ رمز التكامل يروح ويا من؟ يروح ويا المشتقة ويروح ويا الدي إكس. فإيش راح يصفى عندي التكامل؟ راح يصفى عندي التكامل كالآتي، 1/4 تنزل نفسها. زين، هذا القوس شلون اكامله؟
قوس مرفوع إلى أس، بس مجرد أضيف له واحد. إذن 2 إكس تربيع زائد 3، شن المن أضيف الواحد؟ أضيف الواحد للسالب 2، للأس، للقوة سالب 2، هي ناقصا 2 زائد 1، شو تصبح؟ تصبح ناقص 1، لأن عندي هي سالب 2 زائد 1. هنا نطرح والإشارة الكبير سالب 1 على شنو؟ على سالب 1. زين، ثابت التكامل ما أنسى اللي هو زائد سي. ماشي، هنا هذا السالب 1 بالمقام يرفع للبسط، ينظر في 1/4، فش راح تصبح عندي؟ راح تصبح عندي كالآتي: سالب 1/4. هاي أقدر أنزلها؟ إي نعم، نقدر ننزلها فصير، لأن هاي الأس مالتها سالب 1، ننزلها جوا بالمقام وتصير موجب 1. 2 إكس تربيع زائد 3 الأس مالتها 1، ينكتب أو ما ينكتب ما عندك أي مشكلة. تتبسط بعد أكثر؟ إي تتبسط. تصير سالب 1/4 2 إكس تربيع زائد 3 زائد سي. هذا المثال إخواني الأعزاء الأول، هذا المثال الأول. أما بالنسبة للمثال الثاني، المثال الثاني عندي تكامل X على القوس مالتي 3 إكس تربيع زائد 5 للأس 4، قوس مرفوع إلى أس، بس وين عندي هذا؟ هذا عندي بالمقام، هذا عندي بالمقام. زين، هنا عندي كسر؟ اي نعم عندي كسر. لو ارجع للقاعدة المهمة، من عندي كسر لازم اتخلص من عنده. شلون اتخلص من عنده؟ ارفعه. وين ارفعه؟ للبسط. فش راح يصبح عندي الحل؟ راح يصبح عندي الحل كالآتي: تكامل القوس بعد ما رفعته 3 إكس تربيع زائد 5 سالب 4، الأس صار سالب 4. في شنو؟ في إكس، الإكس ما يعني هو بقى بنفسه في دي إكس، بقى هو الإكس نفسه بقى. وين بقى؟ بالبسط. أصبحت هاي القاعدة رقم 3، أصبحت هاي القاعدة رقم 3 اللي هو قوس مرفوع إلى أس. من أجي أكامل، قبل ما أجي أكامل لازم أشوف المشتقة مال داخل القوس موجودة. نجي نشوفها. الدالة مالتي هي شنية؟ الدالة اللي هي 3 إكس تربيع زائد 5 اللي هي مال القوس المرفوع إلى أس. أخذ فقط هاي الدالة بدون الأس، أجي أشتقها فتحة للإكس، تصبح عندي 3 في 2 6، الإكس أنقص من عنده 1 أصبح 1، المشتقة مال الثابت هو 0، إذن لازم أنا عندي 6 إكس. من أجي أشوف هنا عندي هنا فقط إكس، إذن لازم ينضرب في 6، ينضرب في 6 وبر التكامل يتقسم على 1/6. ماشي، هسه أجي أكامل. من أجي أكامل الرمز التكامل يروح ويا المشتقة، يروح ويا الدي اكس. شو راح يصفى عندي؟ راح يصفى عندي 1/6. زين، وهذه من اكاملها راح تصير 3 اكس تربيع زائد 5 القوس سالب 4، من اضيف له 1 شو يصير؟ يعني ناقص 4 زائد 1 سالب 3 على سالب 3، الاس نفسه نزله بالمقام. زين، زائدا سي، ثابت التكامل الغير محدد ما انساه. زين، هسه هذا السالب بالمقام يتحول، ينظر في 1/6، يعني تحول بالبسط. زين، وسالب 3 الثلاثة مو تنضرب بالستة؟ اي نعم الثلاثة تنضرب بالستة، يعني راح يصفى عندي هناية سالب 1/18، هاي مال 3 في 6 18. القوس هذا
القوس هذا بالسالب انزل جوه يصير بالموجب 3 اكس تربيع زائدا 5 للأس اللي هو 3. الأس كان بالموجب بالسالب، من نزل جوا صار بالموجب، ما يهمني يكون بالموجب زائدا سي. زين خلينا نشوف بعد مثال آخر. المثال الآخر اللي عندي هو تكامل x على قوس 4 ناقص 3 x تربيع، القوس مالتي الأس مالته ش بي مرفوع للأس 2 دي اكس، أيضا يشبه المثالين اللي حليناهن. نحاول نتخلص من الكسر فيصبح الحل عندي كالآتي: القوس هذا المرفوع إلى أس من أصعده للبسط شو يصير بالسالب 4 ناقص 3 اكس تربيع سالب 2 في شنو؟ في اكس في دي اكس. زين قوس مرفوع الى اس حسب القاعدة الثالثة لازم اوجد مشتقة داخل القوس اشوفها موجودة. زين الدالة مالتي شنية؟ الدالة مالتي اللي هي مال القوس مرفوع الى اس اللي هي 4 ناقص 3 اكس تربيع، المشتقة مالتها فتحة للإكس تساوي إن المشتقة مال الثابت الأربعة هو صفر. زين صفر ناقص 3 في 2 2 أو 2 في 3 هي 6 إكس، لأن الإكس هنا هي الأس ناقص 1، 2 ناقص 1 هي 1، إذن أصبحت عندي ناقص 6 إكس. ناقص 6 اكس موجوده هنا؟ لا والله، بس موجوده بس الاكس. اذا شو اسوي؟ اذا اضربها في سالب 6، تنضرب في سالب 6 ويتقسم برا التكامل هنا ناقصا 1 على 6، ناقص 1 على 6. زين من صارت عندي هاي الحاله شو راح اكمل الحل؟ شو راح اكمل الحل مالتي؟ هنا قلنا الرمز التكامل يروح ويا المشتقة ويروح ويا الدي اكس. صفى عندي سالب 1 على 6 في شنو؟ 4 ناقص 3 اكس تربيع، هذا سالب 2 زائد 1 سالب 1 على سالب 1 زائدا سي. تمام، سالب في السالب هي موجب، فراح تصبح عندي كالآتي: ستة القوس بالسالب، القوس مرفوع لأس سالب 1 أنزل جواب المقام يصير موجب 4 ناقص 3 إكس تربيع زائد 1، تريد تكتبه تريد ما تكتبه ما يشكل لك اي فرق. هذا طبعا بقى بالبسط بس 1 اللي هو هذا زائدا سي. انهينا الحل مال هذا المثال اخواني الاعزاء. ننتقل الى المثال الاخر ان شاء الله. المثال الاخر شو يقول لي؟ تكامل قوس 3 اكس تربيع زائد 1، هذا القوس مرفوع الى الاس 2 في دي اكس. هسه تتبادر ذهنك اكيد 100% تقول استاذ هذا قوس مرفوع الى اس، هذا التفكير المنطقي لاي طالب. تقول استاذ هاي حسب القاعده الثالثه، هنا احب اقول لك عزيز الطالب يعني تفكيرك هنا ابدا مو خطا، هذا التفكير المنطقي، لان انت من فكرت قلت هذا قوس مرفوع الى اس. بس من تجي هنا تفكر تصفن لهذا السؤال تقول لا، اني المفروض من عندي القاعده قوس مرفوع الى اس لازم عندي برا القوس متغير. يعني استاذ يعني شنو متغير؟ يعني عندك هنا برا القوس لازم اكس، موجود اكس متغير
واذا كان هنا واي لازم عندك واي. زين استاذ يعني هنا مين ما ناخذ هاي هسه القاعده الثالثه ما نخليها بنظر الاعتبار قوس مرفوع الى اس؟ لا تستبعد هاي القاعده الثالثه تماما. ارجع واكرر واعيد نستبعدها ليش؟ لان ما عندي برا القوس، ما عندي برا القوس متغير لا اكس ما موجود اكس او واي ما موجود اذا كان هنا واي، اذا نستبعدها هاي القاعده الثالثه. زين استاذ انت قلت لي اني اذا استبعدت القاعده الثالثه اني ما اقدر اكامل حسب القاعده المهمه جدا، لان هسه احنا رجعنا وين؟ رجعنا اني عندي اقواس، صار عندي اقواس، فمن من اجي اكامل لازم اتخلص من الاقواس، وبالفعل هنا عندي قوس. زين هنا شو اسوي؟ الحل الامثل لحل هذا المثال هو مربع حدانية، اذا هذا يحل بمربع حدانية. زين شلون استاذ مربع الحدانية؟ بسيط جدا، بسيط جدا ان شاء الله. اول شيء اقول مربع الاول، هنا مربع الاول 9 اكس اس 4. زين الإشارة هي موجب. زين اثنين في الأول في الثاني، فش راح يصبح عندي؟ اثنين في ثلاثة ستة، في واحد هي ستة إكس تربيع زائدا مربع الأخير زائدا واحد، خلصت من عنده. زين خلصت من هذا. زين هسه اجي شو اسوي؟ اجي ابسط الحل مالتي. شلون ابسط؟ اجي اكامل، اجي اكامل، من راح اجي اكامل جدا بسيط. اذا من اجي اكامل التكامل يروح ويا الدي اكس، شو اسوى عندي؟ 9 في الاكس اس 4 اكس اس 5 على 5 زائد 6 في اكس اس 3 على 3 زائد التكامل الثابت العدد الحقيقي بس اضربه في اكس، اذا هو 1 1 في اكس هو اكس. زين زائد سي، هذا رمز التكامل الغير محدد. أعزائي الطلاب ننتقل أنا وياكم للمثال الآخر إن شاء الله. المثال الآخر عندي تكامل خط كسر القوس اللي هو 2 إكس تربيع ناقصا 3 أس 2 ناقصا 9 على إكس تربيع. أول شيء أنا لازم أشوف القاعدة المهمة جدا، أنا لازم إذا عندي جذر أتخلص من عنده، وإذا عندي كسر أتخلص من عنده، وإذا عندي ضرب أقواس أتخلص من عنده. هناش عندي؟ هنا عندي كسر، إذا لازم أنا أتخلص من الكسر. بالبداية أتخلص من الكسر إن وجده. زين هسا هنا شلون راح أحل هذا السؤال؟ على مدى أتخلص من الكسر. لو تلاحظ هذا القوس هو عبارة عن مربع حدانية، تفكر به هو مربع حدانية. زين راح يصير عندي الحل تكامل يساوي تكامل مربع الأول هو 4 إكس أس 4، الإشارة هي سالب 2 في الأول في الثاني، 2 في 2 4 في 3 12 إكس تربيع زائدا الثاني مربع الثاني العفو زائدا 9 ناقص 9، هذا اللي برا القوس، ناقص 9 نضيفه على إكس تربيع. زين هسه ايش عندي؟ عندي تبسيط، التسعة تروح ويا سالب 9، ايش صفى عندي؟ صفى عندي الآتي، التكامل الآتي أربعة إكس أس أربعة ناقصا 12 إكس تربيع على شنو؟ على إكس تربيع. الحد الآن أعزائي الطلاب أنا ما متخلص من الكسر. زين
هنا اقدر بعد ابسطها. اي نعم اقدر اشوف العامل المشترك. شنو العامل المشترك بين الاكسس 4 والاكسس 2؟ بين هذا الحد وهذا الحد العامل المشترك كان هنا عندي هو الاكس تربيع. اخذ اني يصفى عندي تكامل العامل المشترك ما بين هذا وهذا اللي هو الاكس تربيع. ايش صفى عندي هنا؟ 4 اكس تربيع، لان اكس اس 4 واكس 2 سحبت من عنده، بقى من عنده بس اكس تربيع. ناقصا اكس تربيع سحبناها، بقت بس 12. زين على اكس تربيع، اكس تربيع ويا الاكس تربيع راحت. الان نجي اكامل، هسه ايش صفى عندي؟ تكامل عفوا هذا كله في دي اكس. هذا كله في دي اكس. اربعة اكس تربيع ناقصا 12 في دي اكس. هسه من اجي اكامل التكامل يروح ويا الدي اكس، فتكامل اعتيادي وبسيط. الاكس اس 3 بس مجرد اكس اس 2 نضيف لها 1، اس 3 على 3 ناقصا 12 اكس عدد ثابت بس نضربه في اكس زائدا رمز التكامل الغير محدد. وبهذا نكون كملنا هذا السؤال اخواني الطلاب. اعزائي الطلاب ننتقل الى سؤال اخر ان شاء الله ونشوف هذا السؤال. هذا السؤال ايضا عندي خط كسر، وانا قلت لك ارجع واكرر، من عندك كسر جذر ضرب اقواس تخلص من عندهم يلا تجري عملية التكامل. هنايا شو راح نبدأ نحل؟ لو تلاحظ عندي هنايا جذر وعندي كسر، اذا كل الموجودات عندي جذر عندي كسر وعندي هنايا قوس مرفوع الى اس، فانت هواي افكار ببالك. اول فكرة انت لازم تشوف هذا، من نشوف هذا السؤال تتخلص من الجذر وتتخلص من الكسر ان وجد. زين هنا عندي جذر 5 اكس وهنا جذر عندي جذر 7 اكس. لو تلاحظ عزيزي الطالب هنا عندي الحد هذا الجذر 5 اكس وجذر 7 اكس مختلفات، يعني هاي المعامل الجذر هذا المعامل مالته 5 اكس يختلف عن 7 اكس. نحاول نسوي بيناتهم فصل، نفصل. شلون راح تفصل؟ يعني تخلي هنا جذر 5 في جذر اكس وهنا تخلي جذر 7 في جذر اكس. يعني شلون راح يصير الفصل؟ كالاتي، هنا مو عندك توضيح، مو عندك هنا نقول جذر 5 اكس وهنا عندك جذر 7 اكس، فشلون راح يصير الحل؟ توضيح، نفصل جذر 5 في جذر اكس وجذر 7 في جذر اكس، لان المعاملات مالتهن اثنيناتهم مختلفة، هاي معاملها 5 اكس وهاي معاملها 7 اكس. زين هسه راح نجي نشوف الحل شلون راح يكون. تكامل هذا خط كسر 3 ناقص جذر 5 في شنو؟ في جذر اكس، القوس ما انسى اللي هو مرفوع للاس 7، وهذا شنو؟ هذا جذر 7 في جذر اكس. تمام هسه تمام. زين
حاليا أنا عندي جذور أقدر أتخلص من عدهن؟ إي نعم أقدر. زين، بس خلي ملاحظة ببالك، الجذر اللي أتخلص من عنده اللي هو فقط على المتغير، اللي هو يكون في داخله المتغير، مو الجذر اللي بالثابت. إذن أنا راح أترك الجذر 5 وجذر 7 ما ألعب بيهن، يعني ما أحررهن من الجذور. اللي راح يتحررن من الجذر فقط الجذر X وجذر X، إنهن ذني متغيرات، هذا فقط اللي هو راح أحرره من الجذر. راح يصبح عندي 3 ناقص جذر 5 في هذا الجذر هو تربيعي، يعني هنا ايش راح يصفى عندي؟ اكس 1 على 2، لان الداخل مالته 1 والخارج مالته 2، جذر تربيعي 1 على 2. القوس 7 ما انسى دي اكس على جذر 7 في هاي قلنا الاكس هي 1 على 2 لان الاكس هي جذر تربيعي. الفكرة الثانية اللي اني اخليها ببالي، اني من اتخلصت من الجذر لازم اتخلص من الكسر. زين شلون اتخلص من الكسر؟ جدا بسيطة. الاكس ام المتغير اللي هي الاس مالتها نصف، اصعدها وين؟ اصعدها بالبسط. زين، اما الجذر 7 هو ما دام هنا عندي جذر 7 عدد حر او جذر حر، فهذا اقدر ادبه برا التكامل. اذا العدد الحر او الجذر الحر اقدر ادبه برا التكامل، ما ارفعه، تمام؟ هذا ينشمر برا التكامل. يعني شلون راح يصير الحل؟ راح يصير الحل كالاتي: هنايا جذر 7، فهنا ايش راح يصير؟ راح يصير 1 على جذر 7. ليش 1 على جذر 7؟ لان هنا البسط مالته باعتباره 1. راح تقول استاذ بكل الحالات اني هذا الجذر 7 او العدد الثابت الحر انذب برا التكامل؟ اقول لك لا، من اسمه حر. يعني شنو حر؟ يعني هذا ماكو هنا عملية، يعني وراء او قدام ماكو عملية جمع او طرح. من اكو هنا عملية جمع او طرح ما اقدر اسوي هاي العملية، ما اقدر اذبه برا التكامل. من يكون حر؟ يعني مضروب في اي متغير او مضروب في اي رقم، تمام؟ زين، في تكامل شنو؟ القوس اصبح عندي، هذا القوس هو نفسه 3 ناقصا جذر 5 ما العب بي في اكس اس 1 على 2 7 في شنو اخواني؟ في اكس سالب 1 على 2. ليش اس سالب 1 على 2؟ لان هذا من صعدته للبسط هو كان موجب 1 على 2، من صعد صار سالب 1 على 2 في دي اكس. زين، اصبح شنو عندي هسه؟ هذا اصبح عندي قوس مرفوع الى اس، وبرا اكو عندي متغير. اذا هذا ايش يعني؟ شنو اللي يدلل لي؟ يدلل لي انه انا عندي هنا ترى قاعده رقم شنو؟ رقم 3 قوس مرفوع الى اس، وبرا اكو مشتقه. ليش؟ لان بيها اكس عدد متغير، هذا المتغير بيها متغير بيها الاكس. زين، اول ما اخلي انا ببالي اخذ الداله اللي هي اف للاكس يساوي انه شنو الداله اللي انا عندي؟ هي 3 ناقصا جذر 5 في اكس اس نصف، العفو، اس 1 على 2 بدون الاس. 3 ناقص جذر 5 في اكس اس 1 على 2. زين، هسه هنا من اجي اشتقها اف للاكس، شو تساوي لي؟ المشتقة مال اي رقم ثابت هي صفر. زين، جذر 5 في 1 على 2 تنزل، هاي 1 على 2 انضربت في جذر 5. زين، هنايا الاكس
اطرح من عندها واحد، واحد على اثنين سالب واحد، هنا ايش راح نسوي؟ هنا مو عندي نصف، نصف سالب واحد، هنا اقول واحد ناقصا اثنين، يعني البسط ناقصا المقام، واحد ناقصا اثنين هي ايش راح تصفى عندي؟ سالب واحد، سالب واحد على المقام هو نفسه اثنين. اعيدها، هنا عندي واحد على اثنين وجاني اريد اشتقها، فاقول واحد ناقصا اثنين فهي راح تصفى عندي سالب واحد وعلى المقام هو نفسه. ارتب الحل، ارتب الحل مالتي، فهنا راح يصفى عندي سالب جذر خمسة، سالب جذر خمسة على اثنين، سالب جذر خمسة على اثنين، تمام؟ في شنو؟ في اكس سالب واحد على اثنين. المفروض اني عندي المشتقة، العفو هذه، المفروض اني عندي المشتقة اللي هي سالب جذر خمسة على اثنين في اكس سالب واحد على اثنين. شنو هنا عندي؟ عندي بس اكس سالب واحد على اثنين، شنو اللي ناقصها؟ ناقصها ناقص جذر خمسة على اثنين. اذا اضربها، اضربها في شنو؟ في سالب جذر خمسة على اثنين، لذلك انا خليت مسافة. شوف عزيز طالب، خليت مسافة. من ضربتها في سالب جذر خمسة على اثنين برا التكامل، بيش اضربها؟ بالمقلوب، يعني يكون في سالب اثنين على جذر خمسة. تمام عزيز الطالب، هسه اجري عملية التكامل، من اجري عملية التكامل رمز مال التكامل يروح ويا المشتقة كلها ويروح ويا الدي اكس. فاش راح تصفى عندي هنايا؟ راح تصفى عندي سالب اثنين على جذر سبعة في جذر خمسة، جذر خمسة وثلاثين في هذه عادية عملية تكامل اعتيادية مثل ما تعلمنا، هذا القوس مرفوع إلى أس، ثلاثة جذر خمسة في إكس والسالب العفو واحد على اثنين، سبعة واحد ثمانية على ثمانية زائدا سي، رمز التكامل الغير محدد. تمام، صفى عندي هذا الحل اللي هنا يحلك. تمام التمام ان شاء الله، اللي هنا يا اخواني الاعزاء حلكم صحيح باذنه تعالى. واحد من الطلاب يقول لي استاذ اقدر اختصر؟ يعني تقدر تختصر، هنا على اثنين بيها واحد، على اثنين بيها اربعة، ما عندك اي مشكلة وتقدر تكمل الحل. عندي مثال اخر اعزائي الطلاب، المثال الاخر ان شاء الله نحله ونشوف انا وياكم شنو عندي بهذا المثال. عندي تكامل خط كسر دي اكس على جذر 2 اكس في جذر 3 زائدا جذر اكس. هنا نحاول نتخلص من الجذر بالبدايه، شلون؟ هنا انا مو قلت لك قبل شويه بذاك المثال، هنا عندي جذر اقدر افصله يكون جذر 2 في جذر اكس، اقدر؟ اي نعم اقدر. يساوي لنا تكامل دي اكس على جذر اثنين في جذر اكس، زين، في شنو هذا اللي بقى؟ جذر داخله ثلاثة زائدا جذر اكس. اذا هذا هو ايضا يكون جذر تربيعي، ثلاثة زائدا جذر اكس هي اصلها ايضا جذر تربيعي، واحد على اثنين للكل هو واحد على اثنين، يعني هذا الجذر بداخله ثلاثة وبداخله جذر اكس. اعيد اخواني الاعزاء، هذا اصله جذر اثنين في جذر اكس، زين، في هذا الجذر، هذا الجذر كلي على كلهن، جذر تربيع على ثلاثة بداخل الثلاثة وبداخل الجذر اكس. اذا من سويته اني ضربت قوس عليهن على ثلاثة والجذر اكس، ويكون هو جذر تربيعي بداخل مادة واحد والخارج اثنين، يعني جذر تربيعي واحد على اثنين. والاكس شنو اصلها؟ الاكس اصلها واحد على اثنين، جذر تربيعي، تمام. لحد الان تمام التمام. هسه اجي شو اسوي؟ قلنا قبل شوية الثابت اشمره برا التكامل، ليش ثابت حر؟ ثابت جذر حر
بدون قدامه لا زائد ولا ناقص. ايش راح يصفى عندي؟ راح يصفى عندي 1/2 تكامل. تكامل شنو؟ هسه هذا اقدر ارفع على البسط، اقدر ارفع على البسط هذا وهذا، هذني المتغير بهن المتغيرات بهن الاكس. زين، قوس 3 + x + 1/2 للاساس للاس مالته شنو القوة مالته؟ 1/2. من ترفع للبسط تصير -1/2. في شنو اخواني الاعزاء؟ في جذر اكس. جذر اكس اتخلص من الجذر، فش راح يصفى عندي؟ جذر 1 - 1/2. ليش ناقص؟ لان هذا اساسه 1/2 بالبسط بالمقام، من ارفع عن البسط يصير -1/2 في دي اكس. هسه اصبحت عندي قاعدة رقم 3. ليش؟ لان قوس مرفوع لاوس وبرا عندي متغير، عندي متغير مو عدد ثابت. اذا هذه اشبه ما تكون بمشتقة داخل القوس. خلينا نشوف هسه مشتقة داخل القوس موجودة لو لا. الدالة مالتي مال هذا القوس المرفوع لاوس، دائما اخذ المشتقة مال داخل القوس اللي هو الدالة اللي مرفوعة للاس. اف للاكس تساوي لي 3 + x + 1/2. تمام. هسه اجي اشتقها. مشتقة الثابت هو صفر، هذا 1/2 تنزل اكس، 1 - 2 - 1 على شنو؟ على 2. اذا هاي مشتقة داخل القوس موجودة الاكس -1/2، بس 1/2 ما عندي، اضربها في 1/2، اضربها في 1/2. اذا تنضرب في 1/2، ضربت في 1/2 برا التكامل ايضا، بس بالمقلوب مالتها 2/1، او تريد تكتبها بس 2 ما عندك اي مشكلة. زين، اصبحت عندي هسه هاي مشتقة داخل القوس موجودة. هسه اجي اكامل، من اجي اكامل رمز التكامل يروح ويا المشتقة ويروح ويا الدي اكس. فش راح تصبح عندي؟ راح يصبح عندي 2/2 في شنو؟ في 3 + x + 1/2. 1/2 -1/2 + 1 يعني هنايا باو علي عزيز الطالب، -1 + 2 فراح تصفى عندك، راح تصفى عندك شنو؟ راح تصفى عندك 1/2. اعيد، -1 + 2. هنا قلنا احنا من عندي كسر اجمع البسط مع المقام، اجمع البسط مع المقام، يعني -1 + 1 - 2، -1 + 2 اللي هو 1، 1 على شنو؟ على المقام اللي هو 2. زين، وهنا شو اسوي؟ هو نفسه 1/2. واحد من الطلاب يقول لي استاذ هنا يصير اقلبها يصير 2/1، نفس الشيء ما عندك اي مشكلة. زائدا سي، ارتب الحل مالتي، اقدر ارتبه؟ اي نعم اقدر ارتبه. فراح يصبح عندي هنايا الاثنين تنقل، وين تنقل؟ للبسط، فتصير 4/2، 4/2 في القوس هو شنو؟ 3 + x + 1/2 + c. هذا أعزائي الطلاب هو الحل النموذجي لهذا السؤال إن شاء الله، وأتمنى لكم كل الموفقية بإذن الله تعالى.